والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من هذا ديننا. النهاردة هنتكلم عن مكارم الأخلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق لم تكن مكتملة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي بالشريعة الإسلامية ليكملها. هنتكلم أكتر النهاردة عن مكارم الأخلاق مع فضيلة الشيخ فرج العدلي من علماء الأزهر الشريف، ولكن دعونا نرحب به أولا. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، نورتنا النهاردة، الله يكرمك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك. زي ما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث قال فيه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهل كانت مكارم الأخلاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم غير مكتملة وجاء ليكملها، ولماذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن جاء ليعلم الناس مكارم الأخلاق هو أول من تحلى بهذه المكارم حتى شع نوره في أرجاء الأرض. فأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال متواضعا، والتواضع من مكارم الأخلاق: إنما بعثت فقط لأتمم مكارم الأخلاق. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وقال: مثلي ومثل من قبلي كمثل رجل بنى بيت وشيده إلا موضع لبنة طوبة في قصر، قال: وأنا اللبنة. أي تواضع هذا وهو إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين؟ القضية كان التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانتش أبدا توصيف للواقع. وإلا لو نظرنا في الواقع ونظرنا في الأمم السابقة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا قوم نوح. قوم نوح دعا عليهم نبيهم وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليه يا رب؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سيدنا نوح بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمة التي أغرقها الله جل وعلا وأهلكها، هل كان فيها أخلاق حميدة؟ هل كان فيها من مكارم الأخلاق شيء؟ لا، إلا القلة التي كانت مع سيدنا نوح عليه السلام. كذلك قوم سيدنا موسى عليه السلام حينما ضرب عليهم التيه في الأرض وتاهوا في الأرض، أين كانت مكارم الأخلاق في بني إسرائيل الذين قتلوا 70 نبيا، لا أقول رجلا أو امرأة ولا حتى رجلا صالحا، إنما قتلوا 70 نبيا ولم يطرف لهم جفن، أين كانت مكارم الأخلاق؟ كذلك حينما تنظر إلى قوم عاد وثمود الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتنظر إلى قوم لوط الذين اقتلع الله جل وعلا بهم الأرض وخسف بهم الأرض، أين كانت مكارم الأخلاق؟ فمن يتأمل في هذا الحديث الشريف يأتي وينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. حتى قريش يقول لك ده كانوا أهل شهامة وأهل نخوة وأهل كرامة وأهل كرم. طيب، الكرم في العصر الجاهلي كان إزاي؟ لما تيجي ينزل نص قرآني من السماء ويقول لك أدي الكرم، تجيب الكرم بتاع المشركين قبل الإسلام هتشوفه كرم ولا مش كرم؟
إزاي؟ حاتم الطائي وهو رجل كريم ضرب به المثل في العالم أنه كريم. كان بيعمل إيه عشان بيقولوا عليه كريم؟ كان يجي له ضيف يروح دبح له خروف، بعد ما يأكل الضيف حتتين أو ثلاثة يجي ضيف تاني الخروف مشوي ومتحضر، يقول له لا، أنا لا أطعم ضيفي من شاة واحدة، لا أطعم ضيفين من شاة واحدة. طب هتعمل إيه؟ هذبح خروف تاني وتالت. الراجل ده كان عنده أنعام لا حصر لها، خسرها وأصبح فقير، وأصبحت بنته لابسة هدوم مقطعة. النبي عليه السلام بيقول بنت مين دي؟ شكلها كريمة، شكلها بنت ناس، بنت مين دي؟ مع إن هدومها مقطعة. النبي عليه السلام الصحابة قالوا له ده بنت حاتم. قال حاتم الكريم اللي أنتم بتقولوا عليه كريم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده حلة جاية له من اليمن، حاجة كده بتيجي كل فين وفين، فخلعها ووضعها على كتفيها، دي بنت حاتم الكريم. طب إيه اللي وصل حاتم الكريم اللي كان عنده إبل لا حصر لها وغنم لا حصر لها وكل أنواع الأنعام، إيه اللي خلاه عمل كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. طب لو بسطتها هعمل إيه؟ فيصبح ملوما محسورا. هنا حاتم الكريم فقد كل ماله. ليه؟ عشان ما كانش كريم. ويمكن الناس تصدم من الكلام ده، طب ما كانوا بيقولوا عليه كريم ليه؟ إنما كان مبذر. هتقول معقول ده حاتم الكريم؟ أيوة، لما تنزل الآية، لما تنزل الآية وتقول لك إيه هو الكرم، تقيس عليه بقى. طب ما النبي قال عليه كريم، قال عليه كريم قبل الآية، أو قال عليه كريم إن أنتوا اللي تعرفوه بالكرم. لكن الكرم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. طيب مغلولة إلى عنقك معناها إن هو يبقى ممسك جدا يعني، أو ولا تبسطها كل البسط اللي هو الإسراف ولا أيوة إيه؟ مغلولة، واحد عمال يحوش فلوس، يحوش فلوس يطلع لبس عياله بالخناق، ويطلع فلوس المدارس والدروس بالمشاكل، وزوجته لازم تسيب البيت 5 مرات عشان يجيب مش عارف ايه. طب ليه؟ يقول لك انا خايف عليهم من الفقر، انا مش عايزهم يعيشوا الفقر. طب يا ترى فقر ايه اللي هيعيشوه اكتر من ده؟ ده انت لو راجل ميت كان هيعطفوا عليهم ويجيبوا لهم والكلام ده. عشان كده يقول لك ايه، عاش فقيرا ومات غنيا. عمال يكوش يكوش وحارم نفسه وأولاده، أهو ده عامل إيه؟ ده يده مغلولة إلى أغلها. أيوة. والتاني اللي هو كل ما يجي له ضيف يذبح له خروف جديد. طب ما الخروف موجود. يقول لك لا، وأنا يقولوا عليا أكلت ضيفين من خروف واحد، وأروح فين من العرب؟ طب وبعدين بقى مش لاقي أكل. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كان متواضع. العرب يقول لك مثلا إيه؟ أهل نخوة وغيرة. طيب النخوة والغيرة ده اللي يقول عليها الإسلام مش أنت على فكرة. طب لما تيجي تبص في حياة العرب مش كلهم، تلاقي عندهم نوع من أنواع الزواج، إن واحدة ليلة الدخلة تتجوز 10، وبعد ما تخلف يروح يقولوا إيه؟ يقول لك ده ابن فلان، ابن فلان. هي اللي تقول بقى وهي اللي تختار واحد من العشرة دول. طب دي نخوة وشهامة؟ ايه ده؟ مش نخوة وشهامة. واحد تاني يقول لك والله بص انا تعبان وصحتي على قدي وعايز فارس كده يتخانق لي ويقف لي. طب هنعمل ايه؟ ياخد زوجته يوديها الفارس، ولما تحمل يبقى ابنه. دي نخوة وغيرة وشهامة. امال ايه القصة؟ ايه الموضوع يعني؟ الموضوع ان الناس بتسمي براحتها. الناس بتقول انا كريم وانا غيور وانا كذا. طب مين اللي يحدد؟ اللي يحدد هو الذي خلق الخلق. الله سبحانه وتعالى ينزل النص كده يقول لنا
ده كريم ولا مش كريم؟ إذن ما هي الصفات التي تحدث عنها القرآن الكريم تعتبر متممة لمكارم الأخلاق؟ في صفات كثيرة كانت موجودة قبل الإسلام، بس كانت موجودة إيه؟ اللي بيعملها بيعملها كده يعني، مش هو طبعا الإسلام برضو مش كل الصفات أنكرها، في صفات أثنى عليها وما زالت موجودة بعد الإسلام بنتحلى بيها. يعني مثلا كان خلق الصدق موجود قبل الإسلام، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين الأمين، نعم. طيب إيه اللي أضافه الإسلام؟ لما الصدق كان موجود قبل الإسلام، إيه اللي أضافه الإسلام للصدق؟ اللي أضافه الإسلام للصدق إن جعل عليه ثواب وعقاب. يعني زمان كان الرجل يصدق عشان ما يتقالش عليه كذاب، بس مفيش لا ثواب من وراها ولا عقاب. جه القرآن الكريم والشريعة الإسلامية قالت لك لا، أنت الصدق ده خلق جميل من أخلاق الجاهلية. اللي هيصدق هياخد ثواب وهيخش الجنة، وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. يا جميل قوي. طب واللي مش هيصدق هيبقى كذاب. طب والكذب إيه؟ يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يبقى حتى لو كان الصدق موجود قبل الإسلام، لكن الإسلام جه أضاف له حاجة جميلة جدا، قال له هدي لك ثواب عليه، واللي مش هيصدق هديله عقاب عليه. كذلك الأمانة، كذلك الإخلاص. لكن في خلق ما كانش موجود قبل الإسلام، الإسلام ابتكره وجيبيه الإسلام، فكان حاجة غيرت وجه الدنيا بجد. يعني خلق اسمه الإيثار. الإيثار ده إن أنت تبقى محتاج الحاجة وتلاقي حد محتاجها أكتر منك فتديها له. لما الصحابة هو وزوجته يبقى ما عندهمش أكل ليهم ولا لأولادهم، ويجي ضيف للنبي عليه السلام ويقول من يضيف ضيف رسول الله، فيقول له أنا يا رسول الله، وعارف إن ما عندوش إلا حبة أكل قليلين. طب نيم العيال، طب ما احنا برضو الزوجة بقى، ما احنا برضو لو كلنا معاه مش هيشبع، طب نعمل ايه؟ اطفي السراج. وعملوا نفسهم بياكلوا لحد ما الأكل خلص والضيف أكل، لا كلوا هم ولا كلوا أولادهم. إيه ده؟ إزاي طيب؟ يعني لما تقعدي تتأملي حضرتك إن إزاي أنا أكل أولادي وأكل أنا وزوجي نديه لواحد ضيف غريب، طب إيه ده؟ ما كانش موجودة، الإسلام جابها فبقت حاجة عجيبة. لذلك النبي عليه السلام يقول لهم إيه؟ إن الله عجب من صنيعكما، يعني عجب، يعني استعجب من اللي أنتوا عملتوه. أهو ده خلق جاء به الإسلام. كذلك خلق الإخلاص. إيه الإخلاص؟ الإخلاص ده بيخلي الإنسان إنسان، بيخلي الإنسان بني آدم بجد، يحب نفسه ويبقى محترم نفسه ويبقى فرحان بنفسه، اللي هو يعمل الحاجة لله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وليس لأجل أن يقال عليه فعل، أو زي ما حضرتك قلت أن يقال عليه كريم أو شجاع. أيوة الله يفتح عليك. فكان زمان يروح يرمي نفسه من فوق الجبل، ليه يا حاج خير؟ يقول لك عشان يقولوا عليه شجاع، انا هخش على الفيل ده اللي هو مش عارف مين يضربه مش عارف بايه، الفيل يشيله ويرميه، شجاع. لا مش شجاعه دي. لذلك سيدنا عمرو بن العاص لما قعد مع سيدنا معاويه قال له يا عمرو الناس بيقولوا عليك داهيه وبتاع ده، اتعلمت ايه في الشجاعه من الاسلام؟ قال اني شجاع ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. يعني أنا داخل الحرب، لو عارف نفسي هقدر أكسب شجاع وأخش أجري، طب عارف نفسي هتهزم لا جبان وأرجع، أبقى جبان أحسن ما تهزم، وأبقى شجاع لما أكون عارف إن شجاعتي هتجيب نتيجة. لكن هو طالع من البيت عايز يتقال عليه شجاع، ممكن يمسك واحدة أرملة يضربها، ولا طفل يعتدي عليه، ولا ايه الشجاعة دي؟ دي مش شجاعة خالص. طيب عايز يتصدق عشان يقولوا عليه ده كريم، وعايز يذبح لكل واحد خروف عشان يقولوا ده راجل، ده ما شاء الله عليه راجل نزيه، ده مش كرم، بيعملها رياء.
وده رياء. انما الاخلاص، الاخلاص لا انتظر شيئا من عملي، ايوه، او لا انتظر مقابل من وراء، انت فعلا مستحضر ان ربنا شايفك ومطلع عليك وسيجازيك. عشان كده دي صلة وعلاقة بينك وبين ربنا. لكن المرائي علاقته بينه وبين الناس. بصوا بصوا، إذا ما فيش ناس النهاردة طالع يتصدق، طب والله ما أنا متصدق النهاردة، طب خير في إيه؟ لا أصلي يعني، وخاصة يعني ربنا يهدي كثير من الأرياف، وجه هنا وهنا وهنا، تلاقي المسألة دي، لا الحاج هيطلع 100 شنطة. ولا زمان النبي عليه السلام علمهم ان انت عندك عطية عايز تديها لحد، روح خبط على الباب وحطها وامشي، مش تاخد الحاجة ومعاك الكاميرا ومعاك ده، ابدا مش اخلاص، وده مش نفقة، وانت كده بتضيع ثوابك. نعم، انت كده بتحرم نفسك. ده من وأذى. نعم، فأنا شايف إن الناس محتاجة تعيد علاقتها بالإسلام نفسه. واحد يقول لك إيه ده؟ يعني أنا مش مسلم؟ أيوة مش مسلم إسلام صحيح، مش مسلم إسلام كامل. النبي عليه السلام يقول عارفين مين المسلم؟ أكيد المسلم اللي بيصلي ويصوم ويحج ويتصدق. قال لهم لا خالص على فكرة. أمال مين المسلم؟ قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ان انت ما تتكلمش على حد، ما تغتبش حد، ما تنتقدش حد، مش كده بس، ده انت ما تغمزش لحد. انت قاعد انت واحد صاحبك ومعدي واحد تعمل له كده، شايف الاسلام حرم ايه؟ واحد معدي وصاحبك قاعد معاك، ويل لكل همزة لمزة. هو الغمز واللمز ده حرام؟ ده مش حرام بس، ويل. طب ايه الويل ده؟ وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر. الجبال تذوب، عشان انا بس ومعدي غمزت عليه او غمزت عليها او رمشت كده بس. ايه الاسلام ده؟ يعني هو ايه الاسلام ده بالظبط؟ الاسلام ده عامل حقوق لكل حاجه. نعم. الطريق طبعا، عشان تقعد في الطريق قال لك لازم تعمل 5 حقوق. ايه اول؟ هتكلم بقى عن حق الطريق ولكن بعد الاتصال اللي معايا. نعم. هتكلم عن حق الطريق ولكن بعد الاتصال. طيب. انا معايا استاذ علي من هنا، اتفضل يا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال عن الواحد نفسه انه يطلع على طول، يعني لا يرفع الصلاه. طيب تمام. هو بيقطع في الصلاه وعايز يلتزم في الصلاه، فيعمل ايه؟ اشكرك يا استاذ علي على اتصالك. يقطع في الصلاه لازم اول حاجه يعملها يخوف الشيطان. يعني يمكن النصيحة دي حد سأل فيها وهننصحها تاني. يخوف الشيطان. ازاي يخوف الشيطان؟ هو سيدنا عمر بن الخطاب عشان يخوف الشيطان؟ ممكن يبقى زي سيدنا عمر بن الخطاب. طب سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل ايه؟ وهنعدها تاني للفائدة. كان يجي يقول هصلي ركعتين بعد العشاء، فالشيطان يقول له ايه يا عمر؟ هو الأحسن نصلي وقت السحر ولا بعد العشاء؟ اكيد بعد وقت السحر. طب ما تنام دلوقتي ووقت السحر قوم صلي. عشان يخليه ينام دلوقتي ويجي وقت السحر يقول له ياه الجو شتاء والدنيا دفى، ما تقوم يا اخي على الفجر، ويضيع عليه ايه؟ يقوم سيدنا عمر يقول له يا خبيث، انت شطان، انت عايزني انام عشان تيجي وقت الفجر ما تخلينيش برضه اصلي. طب ايه رايك انا هقيم الليل من دلوقتي لحد السحر. يقوم الشيطان يقول يا ريتني كنت سبته صلى ركعتين ونام. يجي تاني سيدنا عمر هيطلع 100 جنيه صدقه. فيقول له يا عمر هو مش النفقه على الاهل صدقه برضو؟ طب طلع 50 وخلي 50 عشان العيال والدنيا دي. يقول له
مش ممكن يكون ملك بيقول له كده، طب ايه رايك اطلع ال 200 جنيه؟ يا ريتني كنت سبته طلع ال 100 بس. يروح يعمل ايه الشيطان اول ما يشوفه؟ اول ما يشوف سيدنا عمر جاي، شوف اللي انت هتعمله اعمله عشان ما تزودش عليا. انت حضرتك لو خوفت الشيطان منك وكنت قوي هصلي، يعني هصلي هيخاف منك. يعني عمرك ما تلاقي واحد عنده 70 سنة أو 80 سنة من الناس اللي بيصلوا يجي له الشيطان يقول له ما تصليش، عارف إن خلاص الموضوع منتهي، أروح أشوف حاجة أقدر عليه فيها. طول ما هو بيقدر عليك في الصلاة هيفضل يعطلك، لما ييأس منك في الصلاة مش هيجي لك تاني أبدا. وعلماء النفس بيقولوا إيه؟ يقول لك لو داومت على الحاجة 21 يوم أو 31 يوم بتتعود عليها وتتطبع عليها وما تسيبهاش، تبقى بالنسبة لك زي النفس. فابدأ وتوكل على الله. طيب الله سبحانه وتعالى وصف النبي في كتابه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، فما هي الصفات التي تجعل المسلم يصل للخلق العظيم؟ والله أنا لو هتكلم عن الصفات التي يكون الإنسان بها على خلق عظيم، صفات كثيرة جدا وتحتاج إلى برنامج، يعني 5 سنين لو كل خلق بس عملت فيه 3-4 حلقات. طب أعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إيه؟ يعني النبي في الأول وفي الآخر بشر زيك. على فكرة كان طفل، وعلى فكرة كان شاب، وعمل بالتجارة وعمل بالراعي وتزوج وسافر، ومر عليه أيام المال قليل، ومر عليه أيام المال كتير، ومر عليه أيام مرض، ومر عليه أيام تزوج، ومر عليه أيام طلق. والنبي عليه الصلاة والسلام بقى أب وبقى جد. إيه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان كل حاجة، عمل كل حاجة ومر بكل حاجة. يعني أنت عايز إيه؟ يعني أنا عايز حضرتك تمسك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول. ولكن دائما لما تيجي تقول للناس تحلوا فالرسول كان بيعمل كذا كذا، يعني اعملوا زي ما هو كان بيعمل، يقول لك بس احنا مش انبياء. يعني ده الكلمه اللي دايما بتلاقيها صدمية. عشان كده ربنا بعثوا نبي ورسول من البشر. عارفه لو كان ربنا سبحانه وتعالى بعثوا ملك، ما الكفار كانوا اذكياء برضه. يعني يقول لك لولا انزل عليه ملك، انزل علينا من الملائكه. يقول له طب لما جابه لك ملك، ما انت هتقول ده دول ملائكة، احنا نروح فين؟ ده دول ملائكة. طيب اهو جابه لك بشر يأكل ويشرب ويمرض وكذا وكذا، طيب لازم انت تقلده وتقتدي بيه. وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أعماله في المتوسط. تقول لي ايه ده؟ يعني ايه في المتوسط؟ الكلمة دي على فكرة أقول لك أنا الوسطية بين التشدد والتسيب. جم جماعة قال لك النبي بيصلي قد إيه كل يوم يا جماعة؟ كم ركعة؟ وبيصوم قد إيه؟ 2 وخميس أو 3 من كل شهر. إيه ده؟ طب أيوة بس النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إحنا هنروح فين في النبي؟ أنا بقى هصوم السنة كلها. أهو شدة أهي. وانا مش هتزوج خالص نساء ولا عيال ولا اروح اخد مش عارف ايه وارمي الزباله ومش عارف ايه، انا مش فاضل الكلام ده. وانا كذلك. وايه رايك انا هقيم طول الليل؟ النبي عليه الصلاه والسلام رضي بالكلام ده؟ لا اهو دي الشده بقى صعبه. قال لهم انا اقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ما تقولش ده النبي. ايوه ما هو بعث لك قدوه وعمل اعمال نقدر عليها. نعم، وكانت كل الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمور وسطية نستطيع أن نفعلها. طيب أنا معايا اتصال من صابرين، تفضلي يا أستاذة صابرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا بيكي يا أستاذة، ربنا يخليك، كل عام وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة وبخير، تسلمي. ربنا يخليك يا رب. أنا آسفة إن أنا هتكلم على موضوع ليه الثواب والصدقة بيطيروا حوالينا عذاب ودمار من نفس الاماره بالسوء. يعني انا مثلا وقفت جنب امي واخواتي كل واحد على قدر المستطاع. ليه بقى
كل واحد فيهم ما يصدق ان 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 يعني ان الثواب انعمل مثلا لحد فيهم ازاي يقوم نار لدرجه ان ينقلب الثواب ده للواحد يبقى يقول لهم يا جماعه الواحد عمل لهم، هل يا ترى ما الواحد ذكر ان عملت لهم؟ هل هذا ضيع الثواب؟ طب الواحد ده بقى يعني ما بقتش عارفه اراضي مين لما بس عشان افهم من حضرتك، انت بتفعلي يعني لحد من اخواتك شخص واحد فالتانيين بيقولوا اشمعنى صح كده؟ اشمعنى لا بدور بقى ايه يسلطوا على بعض عليا بكلام وحاجات يبقى بتقلبوه لعقاب للثواب بالمره. فاصبحت مدمره ان انا يا ترى اعمل ما اعملش اوصل ما اوصلش، طب الوصل بيجيب العذاب ووش وجع دماغ، طب ان قعدت هل هذا يعني انا اذنب او يعني مش عارفه والله يا ولاد اتصرف ازاي في الامور اللي زي دي. تمام، عند حضرتك اسئله تانية؟ طيب والدتي منطقه يعني بايه؟ لان ما بترضاش عني في اي عمل اعمله ومش عارفه ارضيها ازاي، يعني ابقى قدامها تدي عليا ابقى بعيد عنها تدي عليا، هل يا ترى انا ببعد عشان ما اعملش مشاكل؟ هل انا كده اذنبت؟ طب ما العلاقه يا استاذ صابرين، طب العلاقه ما بينك وبين والدتك ازاي؟ يعني ما هو حضرتك بتعصبيها، حضرتك ما بتسمعيش الكلام. للاسف الشديد انا عمري كله واقفه جنبي منها وجنب يعني اخواتها كلهم، ولكن كله بيتقلب عليا بشكل لا يتخيله بشر، مش عارفه ارضي ومش عارفه اعمل اي حاجه، نفس الاماره بتسوق. فانا دلوقتي اصبحت مدمره، محتاجه منكم يعني تقفوا جنبي تقولي لي اعمل ايه يا رب. ماشي، اشكرك يا استاذ صابرين واسعد حضرتك وصلت. طيب نجاوب على السؤال الاول، ان هي لما بتعمل الصدقه او بتعمل الحسنه للاسف مش بيبقى المقابل الشكر ولكن بيبقى المقابل الذم والكلام يعني بالهمز واللمس عليها، ف بتقول انا كده وصلت لدرجه الاحباط وفكر ما تعملش اي حاجه تاني، وخاصه ان هي بتساعد زي ما قالت اقاربها، يعني دول الاقربون ودائما بنقول الاقربون اولى بالمعروف. والله سبحان الله، يعني هذه المراه ربنا يبارك فيها بتمر بحال سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق كان بينفق على الأقارب، من ضمن الناس اللي بينفق عليهم مجموعة من الأقارب، وأحد الذين كان ينفق عليهم نفقة كبيرة اتهم السيدة عائشة في عرضها. تخيل، طب في اكتر من كده؟ ولما سيدنا ابو بكر زعل وقال مش هديله تاني، ربنا سبحانه وتعالى عاتبه، ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى، الى اخر الايه. فهنا طيب، وكان برضو الرسول قال له في حديث عنه، نعم، ووصل الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر امتنع عن ان هو يعطي صدقات لاقاربه. صحيح، فذهب اليه لحد نهايه الايه، الا تحبون ان يغفر الله لكم. ايه ده؟ تحمل الاذى من الاقارب، ولو انا بديلهم حاجه افضل اديها لهم وهم ما زالوا بيأذوا وايذاء شديد، طب انا هاخد ايه؟ ما انا زهقت، ما انا تعبت، هو ما يستاهلوش كده. لا، انت بتتعامل مع مين؟ انت حدد موقفك من الاول. بتتعامل مع البشر بتتعامل ولا مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يبقى اتعامل مع الناس. سيبك بقى من اي حاجه. لو بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى يبقى انت مع الله. طب ايه الثواب اللي ربنا رتبه على كده؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ نعم. قال بل احب يا الله، وراح مديله ومزوده. تخيلي سيدنا ابو بكر بقى يستمتع بالاذيه بتاعت الاقارب. ليه يا ابا بكر؟ ليه يا صديق الامه؟ كل ما بيؤذوني ربنا بيغفر لي. ايوه، انا بحب ربنا يغفر لي. طب اركز مع الناس؟ لا. طب اسمعهم بيقولوا ايه؟ الاجابه لا. طب اعمل ايه؟ اعمل اللي ينفعني انا في اخرتي. ما احنا في الاخره كل الناس هتتقابل عند الله. وانا عايز اقول حاجه، في ناس مستبعده فكره الموت مع انه بيموت كل يوم، والله كل ساعه
لا كل يوم، لو كل ساعة يبقى نايم 24 ساعة. النوم ان هو بينام، عارف حضرتك حوالينا في كل اه ساعة. انت حضرتك ليه معنى ان الملك وراه عارفة الانسان لما بينام روحه بتطلع، ولما بيموت روحه بتطلع، الاتنين زي بعض زي بعض. فجأة كده واحد بيحس ان هو في حلم جميل سعيد، فرحان قوي في الحلم ده، وبيشوف النبي عليه السلام، ويجي اخوه يصحيه. ياه انت بتصحيني ليه دلوقتي؟ انا واحد قال لي، يعني راجل منصب في الشرطة قال لي انا كنت بشوف النبي، جه مش عارف واحد شغال معاه يعني صحاه، بيقول انا حاولت بعد كده انام تاني عشان اكمل الحلم ما قدرتش. وفي حد تاني بيبقى نايم عنده كابوس، يقوم خلاص هيموت يقول له يا اخي مش حاسس بيا وانا بموت جنبك؟ ده انا بموت كنت صحيني. الانسان لما بيموت كده بتطلع روحه، روحه بتطلع، يا تروح الجنة ويفضل منعم وفي أحلام سعيدة، يا يروح النار ويفضل في جحيم. لكن للأسف إيه؟ الاتنين ما بيصحوش، اللي بيفضل في حلم سعيد بيفضل في حلم سعيد، واللي بيفضل في حلم وكابوس بيفضل في حلم وكابوس. فالدنيا بتخلص بسرعة وفي ثواني وفجأة. فإحنا يا جماعة نعمل للآخرة وليس للدنيا. تمام. طيب بس نجاوب برضو على سؤالي التاني ليها. هي كانت بتقول إن في مشاكل مع والدتها، ودائما يعني والدتها ما بتدعي عليها قدامها وكده، فهي بتقول أقطعها طيب عشان ما يحصلش مشاكل؟ تقطع والدتها؟ بص حضرتك، الشرع ما سبناش نعمل حاجة ضد الفطرة وضد الشريعة وضد النفس وضد العقل، لا. الإسلام عمل لنا ضوابط لبر الوالدين وضوابط لبر الأبناء. أنا بشوف تصرفات والدتي لو ما كانتش خارجة عن العقل والشرع والمنطق والعادي على راسي واشيلها على راسي ولازم. طب في حاجات فعلا مش خارجة عن كل حاجة، يبقى ما طعش في الحتة دي. لا هي يمكن بتتأذى نفسيا، وده على فكرة يعني في حالات كتيرة كده، يعني دايما بيبقوا الآباء بيبقوا قاسيين شوية على أبنائهم، فبيدعوا عليهم أدعية وحشة جدا بالمرض قدامهم، فبيبقى متأذيين نفسيا، فهم بيقولوا طب نبعد. يعني ابعدوا وما تبعدوش. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما جاله واحد قال له ابني ده أهو بيعقني يلا اضربه، فسيدنا عمر قال له يا دي اسمك ايه؟ قال له جعران مش عارف ولا خنفسة. قال له ايه ده؟ ايه اللي انت مسميه له ده؟ كان بابا اسمه جعش. ومن امك؟ قال له امي مش عارف مين. قال له اللي عماله تجري في الشوارع ليل ونهار دي؟ ما لقيتش غير دي، وما لقيتش غير الاسم ده، وما لقيتش. طب علمت قرآن؟ لا. علمت سنة؟ لا. قال له امشي. عققت ولدك قبل ان يعقك. قبل ان يعقك. نعم. فيا جماعه الموضوع ايه؟ ايوه والدتي طبعا وعلى راسي وعيني وكل حاجه، وتقرب بها وادخل بها الى الجنه. بس كله في الاطار الشرعي. تمام. كله في الاطار الشرعي. طب اعرف ازاي اجيب التصرف اللي هي بتتصرفه ده ويقول لي ده خارج المألوف والعرف والعاده؟ يبقى معلش يا امي حقك عليا مش هقدر، وهتصل بيك واسلم عليك ولو حصل حاجه. بس تمام. انا معايا اتصال تليفوني تاني من ام علياء. اتفضلي ام علياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. الحمد لله. بتكلم عن الاخوات النهارده، فانا جوزي بقى معايا اشرف وبيتي دايما حساس، يعني مش عارفه افتكر عن اشمعنى لو حساس كبيره فدايما اوصل. طيب ممكن يا ام علياء بس كلميني من مكان فيه شبكه علشان الصوت مش واضح خالص. حضرتك كده كويس؟ ايوه كده تمام، اتفضلي. حضرتك انا بقول لك ان هم بيحكوا معاها حاجات، و كمان بيشرف عليا ان لازم اشرف كده، وبرده بيحكي لي ان انا لا. طيب وبحكي
طب ممكن تقولي سؤال حضرتك بس الكنترول وهم هيوصلوا لي السؤال بعد اذنك، بس كملي مع الكنترول وهم هيقولوا لي السؤال ايه. طيب احنا نكمل حديثنا عن مكارم الاخلاق فضيلة الشيخ. وطبعا احنا اتكلمنا ان النبي طبعا وصفه الله سبحانه وتعالى بانه على خلق عظيم، وتكلمنا عن بعض الصفات التي اثنى عليها الاسلام والتي اضافها الاسلام حينما بعث النبي متمما لمكارم الاخلاق. طب لما اجي الصفات دي كلها احاول ازرعها في اطفالي، يعني ازرعها ازاي؟ احذر ان يراك المتعلم على غير ما تأمر به. عايز تزرع في ابنك مكارم الأخلاق اعملها قدام، تمام، واوعى تنقضها قدام. الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله قال لأحد الدعاة، لما أحد الدعاة بيقول له انصحني يا مولانا، فكروا هيقعد ينصحه ساعة، فقال له احذر أن يراك المدعو على خلاف ما تدعو إليه. يا ابن السجاير دي وحشة ومضرة، ده احنا ابتلينا بيها، ومعفر الأوضة وبيشربها قدام الولاد. ده يمكن وفي الآخر لما بيكبر الابن مش عايزه يقلده، مش عايزه يشرب. قول يا ابني لعمك إن أنا مش موجود وهو موجود، قول كذا لا يا إخوانا، والله ربما يأتي الإنسان بصلاة وصيام وحج وزكاة وكل شيء، وخلاص هيحط رجله في الجنة، يلاقي فيه إيدين ماسكاه كده وعمالة تجر فيه. الإيدين دي يعني مش غريبة عليه، بس أنا خلاص رجلي كانت هتبقى في الجنة في السعادة الأبدية الخالدة، أنا عمالة تسحب على ظهري ليه؟ مين اللي بيسحبني؟ فجأة يلاقي نفسه وقع في مكان سحيق، عمال ينزل لتحت ويلاقي نفسه في جهنم، عارفه في الاخر يسيبوا بعض يبص يلاقيه مين؟ يلاقيه ابنه او بنته. قول له ايه ده؟ ازاي؟ ازاي انت تسحبني من باب الجنه وتجيبني في النار؟ قول له ما انت السبب ان انا دخلت النار، ما علمتنيش قران ولا اخلاق ولا كذا ولا كذا. لذلك النبي عليه السلام قالها كلمه دستور، كفى بالمرء اسم أن يضيع من يقوت أو يعول. كفاياك، عارف، ولا تقتل ولا تسكر ولا أي حاجة، أنت بس ضيع أولادك، ما تعلمهمش الأخلاق، ما تعلمهمش الدين، صدقني ده كفيل يضيعك ويوديك جهنم من غير ما تحتاج أي حاجة تاني. فإحنا بنقول يا جماعة لازم نبدأ مع أولادنا، نعلمهم الصدق ونعلمهم الأمانة ونعلمهم الإخلاص ونعلمهم الحياء. ولازم انا اتحلى بالصفات دي قبل ان اعلمها لابنائي، فما ينفعش حد يتصل بالتليفون اقول له قول له مش هنا وانا موجوده. صحيح، دي من الحاجات. حد بيخبط اقول له بابا وماما مش هنا وانا موجوده. انا كده بعلمه الكذب. طبعا. طيب ما دي امور بسيطه ولكن بتحدث في الحياه. صحيح، وده على فكره بيبقى منهج عند الولد. منهج عند الولد. انت لو قاعد وعملت حركه لا اراديه قدام ابنك الصغير تلاقيه يقلدها. لا إرادية. البنت بتقلد المدرسة وتيجي تلبس زيها ومش عارف تقتدي بيها. يعني خليك معلم مربي، وانت أول واحد تتخلق بالأخلاق. طب أنا أتخلق بها ليه؟ عشان ما حدش بيخش الجنة إلا بالخلق الكريم. لازم يكون خلقه كريم. رقم اتنين بيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خلقه كريم. رقم ثلاثة، ودي يعني حاجة مهمة جدا، إن الإنسان طيب إذا كان خلقه حسن فإنه يسبق الصائم القائم. الأخلاق الحسنة بتسبق الصوم والصلاة والزكاة والحج. إن أنا بس أبقى كويس وصادق وأمين وأسبق كل الناس دي. أيوة، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فأهم حاجة ان انت تتصف بالخلاق الحميدة، مش انك تكون فرائض وانت اصلا حد مذموم. فهي دي العبرة من الصفات او من مكارم الاخلاق. طيب ام علياء الاتصال اللي كان معانا، هي بتقول ان زوجها بيحلف عليها بالطلاق ان هي تشرب معاه مخدرات، ودايما بيتهمها بالخيانة. بيحلف عليها بالطلاق ان هي تشرب معاه مخدرات، فبتضطر تشرب معاه. وايه تاني؟
ودايما بيتهمها بالخيانة. في سورة اسمها سورة الفرج أو سورة الطلاق، عارفين يا جماعة موضوع الطلاق ده اللي احنا يعني مش بندعو إليه ولا حاجة، بس حاجة زي دي هتخسرني دنيتي وآخرتي وافضل فيها، يبقى أنا راضي. حتى لو أنا بشتكي في التلفزيون على فكرة راضي، حتى لو أنا زعلان وبعيط راضي، إن الشريعة أباحت له اللي فيه خلق من الأخلاق دي إن مراته تفارقه. عارفة ربنا قال له إيه؟ وقال لها إيه؟ وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يغني الله كل من سعته. سيبيه عشان ربنا، مش سيبيه عشان خاطر الغسالة مش عارف مين وجارتك إيه وما رحتوش مش عارف المصيف وأصل مش عارف، لا. لو سبتيه عشان ربنا، عشان بيسكر، عشان والعياذ بالله مخدرات، عشان بيعمل محرمات، لو سبتيه عشان دي عارفه ربنا هيعمل ايه؟ يعني هي دايما اكيد قاعده تفكر، طب ما انا معايا اولاد، طب هيروحوا فين، الحاجات دي كلها، طب مين هيصرف علينا؟ طيب يقعدوا اولادك. طب معلش حضرتك هتكمل هتكمل اجابه حضرتك على سؤالها، ولكن بعد الفاصل، احنا خارجين فاصل وراجع لكم تاني، انتظرونا. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة، السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم وهذا ديننا. كان حضرتك فضلت الشيخ كان في سؤال من المتصلة اللي قالت ان زوجها بيحلف عليها بالطلاق علشان تشرب معاه مخدرات، طيب هي تعمل ايه؟ انا قلت لحضرتك ان اكيد يعني بتحسب ان ازاي ان هي خايفة تطلق، بس عشان الولاد مين يربيهم، مين يصرف عليهم، حاجات كتيرة ممكن الظروف تمنعها. طيب اولا بعد الحمد لله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طالما ان دي معروفة معصية انا لازم ابتعد عنها، ما فيش حاجة اسمها حلف علي بالطلاق. رقم اتنين ان انا خايفة على الاولاد، خايفة على الاولاد إن هم يبعدوا عن واحد بيشرب مخدرات وبيأمر زوجته تشرب معاه وفي الآخر بيتهمها بالخيانة. أنت بتطلعي أولادك نسخة منه، أنت بتدمري أولادك. أنت لو خايفة على أولادك إن هم هيجوعوا، لا، إن هم مش هيلبسوا، لا والله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل، قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من إيه؟ من سعته. ابعدي عنه، فارقيه رب أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما. أجيب لك عظماء، سيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل وأئمة عظام ربتهم أمهاتهم بالحاجات البسيطة وكانوا عظماء. إنما أنت لو بتاخدي، لو بيديلك 10,000 جنيه في الشهر تصرفيهم وفي الآخر بيشرب مخدرات ويشرب أولاده مخدرات ومش عارف يعمل إيه، أنت بتضيعي أولادك وبتضيعي نفسك وبتضيعي دنيتك وبتضيعي آخرتك، ودي مش حياة أبدا، دي عمرها ما كانت عيشة. عشان كده يا إما إن هو يعني يقلع عن هذه الجرائم، أو إن أنت تبعدي عنه، إما أن يقلع وإما أن يخلع وإما أن تخلعيه لو ما عرفتيش تطلقي منه. تمام. هو في مقولة أو في بيت شعر كده، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صحيح. أنا حلقة انتهت، فضيلة الشيخ فرج العدلي من علماء الأزهر الشريف نورتنا النهاردة في هذا ديننا، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى، وأشكركم مشاهدينا وإلى لقاء آخر وهذا ديننا. والمحبة و
الإيمان.